طيب في 2017 المملكة فيها خطة ثابتة نحو تحقيق الرؤية وريادة اقتصادية وسياسية وحرب على الفساد. نشوف بعض أهم أحداث 2017 وراجعين من ثاني. حياكم الله من جديد. في ناس أيضا لهم كان لهم بعض الأحلام والآمال تحققت في 2017، اللهم لك الحمد، الله يجعلها سنة خير. 2018 خلف الخلف نزل الشارع وسأل الناس هذا السؤال عن أهم الأشياء اللي صارت معهم في 2017. شوفوا نرجع. مساء الخير، هلا وسهلا. اليوم 1/1/2018 حبينا ننزل الشارع ونسأل الناس وش أبرز الأحداث اللي صارت لهم في هالسنة. خلوكم معنا. يا مساء الخير، هلا وسهلا. حاب أسألك وش أبرز حدث مر عليك في عام 2017؟ والله يعني ما شاء الله المملكة تطورت، صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعني ما شاء الله فتح مدن كثيرة، يعني منها اليوم مدن ما شاء الله يعني تقنية، والمملكة يعني اتجهت مجال تقني وتكنولوجي. أفضل حدث حصل ب 2017 هو قيادة المرأة للسيارة، وأنا متحمسة مرة لأنها بتحل مشاكل كثيرة. والله الحمد لله أحداث كثيرة حلوة يعني مرت، لكن بأبرزها يعني تأهل المنتخب السعودي كأس العالم، وعلى الصعيد الشخصي الحمد لله حصولي على ماجستير. أهلا وسهلا، معليش بنعطلك شوي، شو أبرز حدث مر عليك عام 2017؟ يعني محزن ولا مفرح؟ محزن الهلال ما اخذ اسيا، ومفرح تاهل المنتخب المونديال الحمد لله يا رب. عقبال يفرحونا ان شاء الله في روسيا ان شاء الله. احداث اخرى الجامعه ان شاء الله، ان شاء الله هذه تكون اخر سنه ان شاء الله وتتخرج ان شاء الله باذن الله. اتمنى تكون 2018 سنه خير عليك بعد ان شاء الله، تبعد عنك الاحزان يا رب. ان شاء الله يا رب. وش ابرز الاحداث اللي مرت عليك في 2017؟ يعني الحمد لله رزقت بمولوده، الحمد لله تم صدور الحكم ببراءتي من قضية نسبت إلي ظلم، والحمد لله. مش أبرز حدث مر عليك عام 2017؟ عام 2017 والله أني نحفت وتغير شكلي كليا، كان يعني نزلت تقريبا 16 كيلو حالي، هذا الشيء وهذا كان أحلى شيء الصراحة صار لي في 2017، ما في شيء ثاني. هو حدثين، والحدثين هذا غيرت حياتي، الأول أني تخرجت والثاني أني توظفت، يعني هذه أهم الأحداث اللي صارت في 2017 بالنسبة لي أنا. مدرستنا مثلت السعودية برا، مثلناها في روسيا، في دبي، في بريطانيا، الحمد لله مثلناها إن شاء الله طريقة زينة. درست السنة هذه تدرس؟ قبل شوي أنا شفت صورة بالجوال مال نورة، وكانت أنا صرت بيبي، كانت أمريكا. والله إحنا ما فهمنا ولا حاجة، والله ما فهمنا ولا شيء، بس يبقى الحدث كان مهم جدا. الله يجعل 2018 سنة خير إن شاء الله بإذن الله.